أنا الآن سأجري لمسافة 400 متر بنفس المعدل الذي يجري به إليود كيبشوجي هذه المسافة، وسنرى إن كنت سأنجح في هذا الاختبار. هذا هو المعدل الذي يجري به بطل العالم وصاحب الرقم القياسي في الماراثون. لقد نجحت في الاختبار، فلنرى ماذا سأفعل معه في السباق. إذا كنت تريد أن تختصر جميع الأجهزة التي تساعدك على أن تجري بصورة أفضل، هذا ما يمكن أن تستخدمه. أريون، فرش الحذاء الذكي الذي يمكن أن يحصل على جميع المعلومات الخاصة بالجري بك، وبتحليل البيانات القادمة من هذا الجهاز الذكي تستطيع أن تطور من أدائك. تعالوا معي في هذه التجربة المثيرة. الآن تم تحميل بياناتك. أنظمة الذكاء الاصطناعي ستبدأ في معالجة البيانات وسوف تنصحك ماذا عليك أن تفعل عندما تجري المرة المقبلة. هنا نجد الطريقة التي تلمس قدمك بها الأرض أثناء الجري. بالنظر لقدمك اليسرى سنجد انحرافا شديدا إلى الداخل في المقدمة. القدم اليمنى أكثر استقامة، وفي كلا القدمين هناك عدم استقرار. طبعاً هذا حذاء ليس مخصص للجري، ربما يكون هذا مختلفاً عندما ترتدي حذاء الجري. سننظر إلى كل خطوة خطوتها، فخلال 4 ساعات من جري الماراثون يمكنك النظر لكل خطوة. في الماراثون تجد المشاركين يتباطؤون لأنهم ليس لديهم طريقة لتحسين أدائهم، وإذا استخدموا هذا التطبيق فإنهم يحصلون على توصيات بتحسين طريقة الجري. مثلا استخدام مقدمة القدم أكثر لتحسين الأداء. إذا كانت لديك إصابة في ركبتك فإن التطبيق سوف ينصحك باستخدام منتصف القدم، وهو أمر يخفف بعض الضغط من على الركبة ويقلل من استخدام الجزء الخلفي للقدم فيما وراء منطقة اتزان الجاذبية في الجسم. وبالنظر إلى استخدام العضلات يمكننا معرفة العضلات المستخدمة في كل خطوة. البيانات تظهر أن هناك ضغطا كبيرا على ركبتك، ويمكن تحسين ذلك بتحسين طريقة الجري. أيضا يبدو أنك يجب أن تزيد من عدد الخطوات في الدقيقة، وهذا يقلل الضغط على جسمك ويعطي تقنية دائرية بصورة أكبر. هيا ننظر إلى النصيحة التي يعطيها لنا النظام للتمرين المقبل. النصيحة هي أن تستخدم جزءا متقدما من القدم بدلا من الخلفي، وخلال الجري سوف يذكرك النظام بأن تحسن من أدائك. سونيا كاروت هي رياضية سابقة، ستخبرنا عن تأثير هذا الجهاز عليها إن كانت تستخدمه، أي عندما كانت رياضية محترفة. سونيا، أنت كنت رياضية أولمبية وتعرضت للإصابة. إذا كنت تستخدمين هذا الجهاز عندما كنت تحترفين الرياضة، ما التأثير الذي كان سيحدثه عليك؟ كان الجهاز سيساعدني على التقليل من مخاطر الإصابة. لقد تم اختياري للجري في دورة ألعاب أولمبية، وللأسف لم أستطع المنافسة بسبب الإصابة. لو كان معي أريون في هذا الوقت كنت سأرتديه، وكان سيساعدني في معرفة أي اختلاف بين شق الأيمن والأيسر. هذا كان سيساعدني في عدم الإصابة، وكنت سألعب في الأولمبياد. معظم العدائين يحصلون على تفاصيل خاصة بطريقة جريهم في المعامل أو على أجهزة الجري، هي أجواء غير طبيعية. أما أريون فإنه يقدم هذه المعلومات من خلال الجري الطبيعي، ومن ثم يقدم معلومات دقيقة عن طريقة الجري عندما نكون متعبين وعندما نصعد تل أو نهبط منه، وبذلك هو يعطي معلومات أكثر دقة. في هذا السباق أنا أستخدم تقنية حديثة للغاية وهي أريون. أريون هي تقنية
تقيس أداء الرياضي أثناء الجري وتحدد الميزات والعيوب في طريقة جري هذا الرياضي. هذه هي الفرش الذكي الذي يوضع داخل الحذاء، يوضع هكذا، وهذه هي وحدة القياس أيضا توضع هكذا في الحذاء بهذه الطريقة.